كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناة كاف 24 تي في. احنا اليوم جينا عند واحد الحداد الصناعة التقليدية اللي تسمى بالحدادة. تاريخيا كيعود تاريخ الحدادة ما بين 1200 و 1500 قبل الميلاد. جينا عند هاد الناس اليوم ونشوفوا شنو المتطلبات ديالهم، شنو العراقيل وشنو المشاكل اللي كتواجههم في هاد المهنة ديالهم. خليكم معنا. هيدا بالعزة سن 30 سنة الصناعة هذه تعلمتها على جدودي، فهمتيني؟ الوالد ديالي رحمه الله هو اللي علمني هذه الصناعة هذه، فهمتيني؟ 17 سنة دابا يا ولقيتها حرفة شريفة، فهمتيني؟ وبنادم هي مابقاش بنادم تيبغي يتعلم هذه الصناعة هذه بصفة نهائية. الصناعة انقرضات لواحد الدرجة اللي ما توقعش، انقرضات بزاف. بنادم هذا الجيل هذا ما تيبغيش يتعلم الصناعة، ما تيبغيش شحال من حاجة يديرها، فهمتيني؟ الناس اللي قلال اللي كليان ديالي بنايا، فهمتيني؟ مالين طاشرونات هما اللي تنخدم معاهم حاليا، ما كاينش شي ناس اخرين تنخدم معاهم. قليل فين تخدم مع ناس اللي هما اصلا نورمال تنصايبو فيسان، تنصايبو شواقر، تنصايبو بيبان، تنصايبو شراجم، اي حاجه مختصه بالحديد تنصايبوها. فير فورجي بلدي تسمى حداد بلدي، بلدي ورومي في نفس الوقت. ما تقريبا رخيصه بزاف لواحد الدرجه اللي ما تتوقعش. الحديد طايح هو بزاف، بعض المرات الحديد تيطلع بعض المرات تينزل. في الحديد في المواد بحال الفخر، فهمتيني؟ الفخر الشربون تنخدمو به، تنطرو نخدمو به. دونك تاخذ الخنشه تخدم بالخنشه 120 درهم في 40 كيلو. من طبيعه الحال راه خصني نكون معك واقعي، ماشي نكون تنكذب عليك. في اي دار تتحمل المسؤوليه ديالو، تقدر طيح عليك لا مو تحلك من سميتو. دونك شنو غدير؟ غتمشي للسبيطار تخيط عاوتاني تجي عاوتاني للعمل ديالك، حيت ما كاينش شي بديل اخر، فهمتيني؟ وكان شي بديل ولا كان شي مو ما كاين والو، طيح عليك شي حاجه باي ضربك ترين باللغه العربيه نقول لك. راه حيت هادشي هادشي اي كلشي هاد الحدادات جوج اللي كاينين هنا هادشي مفروض عليهم، طيح عليهم شي قور. هذا باب سبته شارع مولاي سليمان، معروف شارع مولاي سليمان باب سبته السبيطار زنقه الدوله. اخي تنتمنوا الخير للجميع، فهمتيني؟ وتنتمنوا الصناعه هذه ان شاء الله تحرك، فهمتيني؟ فهمتينيش؟ ما يبقاوش الناس يهملوها، الناس يهملوها الصناعه هذه بصفه نهائيه. ما كاينش واحد المبادره، ما كاينش هذه، خصهم يشجعونا الناس يتحركوا، يبقاو يجيو الناس يتعاملوا مع شركات، فهمتيني؟ ماشي يشوفوش فينا تشوفها، خصهم يجي الناس يبقاو يتعاملوا معنا حنا، حتى حنا راه حوانت صناعيه. الصناعه التقليديه يعني من الانسان تيكبر تيوصل لهاد السنين ديالي، انا مثلا 61 سنه في العمر ديالي، ما عندي حتى ريال يعني ما عندي لا تقاعد لا حتى حاجه، ما كاينه. نبقى نضرب تماره، عندي سته الدراري، اييه عندي سته الوليدات ديالي، يعني مقابلهم تيقرا ومضحي معاهم باش ما اقسم الله وكاري. يعني الانسان مع راش من الشهر كامل ضروري يخصو الانسان بعد النهار تيصور، بعد مره ما تيصورش، بعد ثلاث ايام اربع ايام ما تصور والو. يعني هذا الشيء، يعني هذه الصناعه باش قلنا كما قال هذا الاخ، هذا السيد قال لك الصناعه تتنقرض، راه فعلا بدات تتنقرض. ما تيسولوا فينا، ما تيسولوا فينا، ما تيهضروا معنا، املينا الوحده، مازال يدوزوا النصارى يصورونا ويهضروا معنا. ما عندناش النقابه، لا ما بقاشنا، رحمه الله ما بقاش حتى شي واحد. كان الطاهر كان الاول الحاج الخنيوني الله يرحمه، بوجمعه الحاج بوجمعه الخنيوني، مات هذاك الله يرحمه، جا الطاهر، الطاهر حتى هو مات الله يرحمه، اليوم تحبسات ما بقاش حتى شي نقيب. طلبات اللي تنطلبوا على هاد الاجيال اللي طالعه يكونوا حتى هما عندهم وريقاتهم، الى عياو يلقاو باش يعيشوا. حنا دابا انا تنقول لك دابا ها هو دابا تيهضر هاد السيد اللي تيهضر دابا، رضا اللي تيهضر، ها هو دابا ما عنده حتى ورقه في راس ماله، يعني حتى 14 سنه وانا خدام هنايا، 14 سنه هو ما حل الوالد ديالي، انا تقريبا 53 سنه وانا خدام. انا النظر ديالي بدا تيعيا، الصحه بدات تتعيا، يعني باش غادي نعيش؟ باش نخلص كراتي؟ باش نخلص مايا؟ باش نخلص ضوي؟ باش غادي نعيش؟ سني ديما نتسلف، ومني تنتسلف تلقى راسي ديما غارق، ديما ناخذ داكشي اللي صورته ونمشي ندير الكريدي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.